أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية لليوم، ودائما للمرأة حصة برحلاتنا الصباحية، لأنه المرأة السورية رغم كل الظروف يعني اللي صحيح. عم نعيشها والضغوطات دائما تخلق الإبداع من يمكن أشياء جدا بسيطة. صحيح نور، وهي المساحة رح نحكي فيها شيء عن التحدي، عن الريادة السورية، وهو عنوان كتير مهم على هامش المؤتمر الدولي الثاني للمرأة القيادية والريادية بعنوان قوة التأثير نحو قيادة التغيير من التمكين إلى التمتين، الذي يقام في عمان الأردن من 27 إلى 31 آب الشهر القادم، ويقام أيضا بمسابقة الوسام الدولي لصانعات التغيير. للإضاءة أكثر عن إحدى المبادرات المشاركة ضمن المسابقة، بصرنا نرحب معنا ونستضيف سيدة ديما جراد، وهي مؤسسة مبادرة ضلع قادر. أهلا وسهلا فيكي، يسعد أوقاتك. أهلا فيكي، يسعد صباحك. صباحك خير. أكيد في مشاركة لعدة نساء معك أكيد ضمن هي المسابقة، بس خلينا نعرف الناس أكثر على ديما وعلى المؤسسة. كيف بلشتي مشروعك الخاص؟ و كلياتنا يمكن عم نمر بظروف صعبة وضغوطات، كيف فعليا المرأة بتقدر تتحدى كل الظروف والعقبات وتستمر بمشروع؟ أول شيء صباحكم خير وشكرا على الاستضافة. أول شيء حأحكي عن مشاركتي بالمسابقة، كانت هي ترشحي من قبل مركز فعال للمرأة القيادية، وشاركت تحت مسمى مشروع كمؤسس لضلع قادر، ألا وهو يعني هو مشروع قيد التنفيذ. بدأ كمبادرة مجموعة نساء، يعني تم إحصائهم بمحافظتي حاليا على أمل أنه يكون بباقي المحافظات إن شاء الله. هو المشروع هو مشروع يسلط الضوء على فئة منسية من نساء بلدي، ألا وهم الأرامل والمطلقات، العوانس، رغم أني بكرهها كثير لهيدا الكلمة. ليه ما بدهم يتجوزوا؟ بس بكل بساطة بكرهها كثير لهالكلمة، بس لابد أحكي. يعني يعني المشروع ببلش كان عندي أنا بمجموعة نساء من هيدا الفئات، وبلشنا أنا وهنين. أول شيء من الناحية النفسية، هو المركز أو المشروع أو المبادرة إذا بدي أحكي هو تدريب دعم نفسي ودعم للسيدات، نفسي، دعم اجتماعي، دعم اقتصادي، خليني أقول كمان ضمن كتير غرف حنحكي عنها فيما بعد. طيب المشروع بحد ذاته أو المبادرة هي جديدة جدا الفكرة، يمكن بنعرف في كثير من الجمعيات أو المبادرات ممكن أنه هي بمناسبات معينة، مثلا عيد المرأة أو عيد الأم، يقوموا بفعاليات لدعم السيدات بمجالات مختلفة، ولكن أنه أنت تتخصصي بأنه سيدة عم تعاني من ظروف للأسف المجتمع هو اللي بيحكم عليها وليست هي، ممكن هي يكون بالنسبة إلى الطلاق هو بداية حياة جديدة، بكون عم تتخلص من أزمة وليس مشكلة بالنسبة لها وغيره. في كتير بنعرف مثل ما قالت نور صبايا وسيدات هن مو مع فكرة الزواج، يعني هن مرتاحين بحياتهم، عندهم مشاريع خاصة، في كتير ناس بتندر نفسها للشغل، للعلم، للحياة، لكتير أمور. خلينا نحكي اليوم الفكرة بحد ذاتها، وقت بلشتي تفكري فيها كان في قبول؟ واجهتي شيء معارضة من المجتمع نفسه؟ لأنه للأسف المجتمع هو بيوصم هاي الأشخاص من دون ما يكون لهم ذنب بأي شيء. هلا أول شيء هو لكل قاعدة شواذ، أكيد يعني في عندي المرأة اللي بتفضل تبقى تحت سيطرة الرجل، إن كانت مستقرة أو غير مستقرة. عندي الصبية اللي بتحس انه قطار الزواج ما فاتها، في عندي صبية اللي بتتمنى، حتى الأرامل، كل المسميات. انا بالنهاية هي امرأة سورية، لقيت قبول من بعض الفئات، ولكن لم تكن المعارضة من المرأة. من مين كانت المعارضة؟ كانت المعارضة من فيني اقول يمكن من المجتمع الذكوري. صحيح. اول شيء بعدين كان في عندي حتى نساء كانوا يخافوا انه
انه انا بدي اعمل استشارة نفسية. يعني بتعرفي انت بمجتمعنا الاستشارة النفسية يعني انه اول شيء ما حدا عم يتقبلها. بعدين بلشت تتقبل الفكرة، استشارة نفسية، تدريب، بعدين تأهيل، تمكين للوصول للولوج الى سوق العمل، بعدين تمتينهم. تمتينهم هي من يعني ممكن انا كنت اخلق فرص عمل. عرفتي كيف؟ برجع وبقول لك انه انا لقيت الفكره قبول، وبتمنى توصل لجميع المحافظات. هي مبادره يعني بمحافظه اللاذقيه حاليا، بتمنى توصل لكافه المحافظات ان شاء الله. هيك بالايام القادمه نشوفك بكل المحافظات. واكيد بدنا نحكي عن المسابقه ومشاركتك، وقديش هيك جميل لما نساء سوريات يشتركوا بهي المسابقه، ومشاريع اساسا ولدت خلال ظروف الازمه والحرب، لكن لكل وحده طريقتها طبعا الخاصه. خلينا نحكي عن المسابقه، مراحل المسابقه، وكيف بده يتم التقديم، والتصفيات كيف، نتعرف عليها اكثر. اول شيء انا بفتخر انا طبعا باسمي وباسم جميع المشاركات السوريات، نحن أربعة. نحن هلا بالمرحله ما قبل النهائيه، ونحن الاربعه تاهلنا. حلو. انا كثير انبسطت وقت اللي هيك يعني شفت اسماء وقت اللي عم يكتبوا الجمهوريه العربيه السوريه، الجمهوريه العربيه السوريه، انه اربع مشاركات من الجمهوريه العربيه السوريه تاهلوا الى ما قبل النهائي. كانت المرحله الاولى هي مرحله التصويت عبر الواتساب او الماسنجر. تصويت داخل سوريا ولا خارج سوريا؟ تصويت كان داخل وخارج سوريا، هي بحكم انه هي مسابقه عالميه ومن كافه البلدان العربيه ايضا. بعدين تاهلنا لما قبل النهائي. هلا التصويت هو عن طريق الجوجل فورم. المرحله النهائيه هي امتى بتبدا؟ ترشح نحن للمرحله ما قبل النهائيه، ترشحنا 60 امراه عربيه. كنا 140، ترشحنا 60. بالمرحله النهائيه حيترشح 30، يعني النصف، او 25 بقى حسب. في عنا اوسمه، هي اذا بدك تسالي على الجوائز فهن اوسمه. في عنا كمان الدخول بموسوعة صانعات التغيير، هي موسوعة انه حلوة يعني انت كامرأة داخلة موسوعة صانعات التغيير مثل موسوعة جينيس. يعني بلشت يعني شوي هيك الألفاظ الأنثوية تدخل بمجتمعنا. حيكون تقديم أوسمة. شو بتضمن عندي الأوسمة؟ يعني عندي الأوسمة الثلاثة بلاتينيوم، عندي الخمسة ذهبي، عندي السبعة فضي، وعندي العشرة برونزي. حلو. يمكن الأهم أيضا من الأوسمة أو التقدير اللي دائما بنقول عنه انتشار الفكرة طبعا أو المبادرة، اليوم أنه السيدة تقدر توصل بهذا الشيء، توصل تجربتها لكل السيدات. وهون كان بدي احكي انه اليوم انت ضمن هالمسابقه اخذه معك المبادره اللي اشتغلتي فيها، وراح تروحي تعرفي الناس عليها بمقر طبعا المسابقه. الرساله اللي حابه توجهيها اليوم، انت عم بتمثلي عدد كبير من السيدات اللي امنوا بمبادرتك، واللي سوا اخذتوا مثل ما بيقولوا ايد بايد لنغير يمكن نظره مجتمعيه، لنغير ظروف. نحكي عن هي الرساله. المرأة العربية بالعموم والمرأة السورية بالخصوص، وأفتخر أني امرأة سورية عانت، كابدت حرب، ظروف قاهرة، حظ عاثر، قدر وقف أمام طموحاتها. المرأة السورية سيدتي هي وريثة الخنثاء، المرأة السورية هي حفيدة خولة، المرأة السورية هي الملكة زنوبيا، هي الملكة ماوية، هي الأديبة والشاعرة كوليات خوري، سلمى الحفار، أمل جراح. المرأة السورية هي صانعة الأبطال، صانعة الشهداء كأم الشهيد. المرأة السورية هي المرأة المطلقة، منارة لا تزال رغم التحديات، لا تزال منارة. وأنا من هون عم وصل صوتي لهذه الفئة أنه نحن نستحق العيش. أكيد. بكرامة، بإنسانية،
بتميز ومثل ما بنقول بالعامية صح. ما في شيء بيوقف قدام الطموح وقدام المثابرة وقدام التحدي. أكيد تحية للمرأة السورية من القلب اللي تحدد كل الظروف ومستمرة مثل ما قلتي. بالختام كلمة أو رسالة لكل النساء السوريات اللي عم يتابعونا ولكل امرأة سورية مستمرة عم تتحدى الظروف وعم تثبت إنه موجودة من خلال عائلتها، عملها، بيئتها، مجتمع. ابقي صانعة المجد، ابقي عزة سوريا وكرامتها. بتمنى من كل قلبي توصل الفكرة بطريقة صحيحة. آمين. المرأة السورية تستحق الأفضل وتستحق العيش. أكيد. ديما جراد، مؤسسة مبادرة ضلع قادر، نحن كتير فخورين فيك وفخورين بالأربع سيدات اللي أنت من ضمنهم رح يكونوا ضمن المسابقة، وأكيد بوقتها رح نذكر ضمن برنامجنا طريقة التصويت. أكيد. لحتى ندعو كل السوريين وين ما كانوا عم بيتابعونا أنه هن يصوتوا ويساهموا بأنه السيدة السورية يكون متواجدة، لأنه هي فعلا صانعة للتغيير بكل العالم. شكرا كتير لك. خليل ياكي، بس بدي أضيف شغلة. أنا فخر مشاركتي بالمسابقة، هو فخر. هدفي مو أني بس أربح أنا أو إحدى النساء السوريات، أنا بتمنى من كل قلبي أنه واحدة مننا هي اللي تربح واللي توصل للنهائي. بس إيصال صوتي من هيدا المنبر بالنسبه لإلي كامرأة سورية، بالنسبه لإلي هي افضل. نحن بنتمنى كلكم تربحوا، تاخذوا كل الجوائز. هي افضل جائزه بالنسبه لإلي. اكيد نتمنى لك التوفيق، نتمنى التوفيق والحظ لكل المشاركات، ونتمنى من مبادرتك تتوسع على نطاق اوسع تشمل جميع المحافظات. نتشكر وجودك معنا. شكرا كثير لكم. بتشكركم. شكرا لك.